السلام عليكم عشاق جلاب الحرة عند وديع البزيوي، تحياتي لكم وشكرا جزيلا على البارتاج وعلى لي جيم والكومونتير ديالكم. الجلابة السادسة للأخ محمد من مدينة العيون القاطن بمدينة بلباو الإسبانية. الجلابة السادسة اللهم بارك، وخليك جلابة واحدة السي محمد وما تبقاش تسالي إن شاء الله. هاي الجلابة الله يبارك ديال الشخمة الوزانية الحرة. هاد الشخمة هذا اللي كنخدموا فيها بزاف، اللهم بارك. هاد اللون هذا راه ما كيدي موضاش، ولون مطلوب بكثرة، لون مطلوب بكثرة لأنه لون قريب لتبيعة الرحمن، مارو مغلوق، خدوم بلدي، يعني الطعمة بلدية والقيام بلدي. خدمنا عليه بالسيفة كوزة اللهم بارك رقيقة، العقيدة بلدين. العقيدة راه كيبقاو واقفين، راه ما كيمشيو لا هكا لا هكا، راه قليل اللي يخدم لكم هاد العقيدات هادو، والاغلبيه راه ما كيخدمهمش لانهم كياخذوا الجهد وكياخذوا الوقت وكياخذوا الفلوس. راه عقيده كتخدم بدرهم، يعني خياط كياخذ عقده ديال 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 ريال ولا ريال ونص وما ياخذ لكش ديال درهم. المهم ما علينا، السفيفه خدمنا ليه في الكمل الداخل اللهم بارك، خدمه في القب. حنا راه كنخدموا شي حاجه من قلبنا وما كنتشطروش وما كنديروش الحسابات، يعني نقدروا كاع نزيدو من عندنا غير تكون شي حاجه زوينه تكون شي حاجه مزيانه. بالصحه والراحه للاخ محمد الشخمه الوزانيه الحره، المليح والنقاء. وراه الخماسي ديما ديال القاع راه ما كنديروش ديك الخدمه ديال فتات الدبان ولا من غير الا بغى الزبون، ثاني الا بغى الزبون راه ما عندنا ما نديرو. تحياتي لكم وشكرا جزيلا، وحاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصلكم افكار جداد ويوصلكم فيديوهات جداد. تحياتي.